معاكم ازاي النهارده هنتعلم ازاي نعمل بوابه بالمنظر ده، ان انا امشي بوابه تتفتح اطلع منها في الايد الثاني. او احنا واقفين هنا بفتح بوابه وبنزل. علشان اعمل الشكل اللي فات قبل كده محتاجه 6 حاجات، محتاجه ريدستون ده نمبر 1، ومحتاجه ستيكي بيستون، ومحتاجه كمان نوعين من انواع الفلوس. اي نوعين انت تختارهم، اختار واحد فيهم على الاقل هيبقى 4 منهم هكون منهم الباب نفسه، والباقي هسد الفراغات فيهم. يستحسن ان النوعين دول يكونوا مختلفين عن بعض زي ما انت عايز. وكمان محتاجه ريدستون تورش دوت اللي انا هعمل فيه الاضاءه اللي انا عايزاها، محتاجه منهم على الاقل 2، ومحتاجه بريشر بلات دوت اللي انا هدوس عليه علشان يعمل التوصيله اللي بتعملها الريدستون. يبقى دول ال6 حاجات اللي المفروض انا بستعملهم في بناء البوابه الجديده. هروح في جزء فاضي كده، وبعدين ههد في الارض. طبعا زي ما احنا عارفين في الليفت كليك هدوس 1 2، يعني هعمل شكل بالمنظر ده متكون من 3 في 2، يعني كده 3 اهو، والجزئين ده الاثنين كده. انا كده هديت طبقة واحدة، لكن انا محتاجة كمان انزل طبقة تاني بالمنظر ده. بعد ما عملت الشكل ده هعمل ايه؟ انزل برضو اعمل كده، يعني امسك الضلع الكبير اللي هو مش شيل 2، لا الضلع ده او اللي هو فيه 3 بالمنظر ده، اروح اعمل برضو 1 2 3، وانزل برضو اسيب الطبقة الاخرانية دي 1 2. يعني واخدين بالكم هنا في 2 دورين وهنا في 1 اعلى منهم. وبعدين بنفس الطريقة أروح للضلع الثالث وأعمل 1 2 3، وأنزل 1 2، وأسيب واحدة فيهم مرتفعة عن الباقي. كده بقى الجزء البلوك اللي هو أعلى ده أروح حاطة فيه الإضاءة اللي عندي، التورش اللي عندي ده، وبعدين أجي على الناحية الثانية برضو أحط فيه. عشان كده احنا قلنا ان احنا محتاجين 2 فوق. ده الشكل بقى من جوه بعد ما حطيت عليه الريدستون. حطيت ريدستون الجزء المربع اللي في النص ده، وحطيت اللي هنا برضو 2 في البلاطين دول الريدستون، ورجعت هنا ريدستون. ده الشكل من جوه، وادي الاضاءة من الناحية دي وادي الاضاءة من الناحية دي. انا بقى في الخطوة اللي بعد كده هبدأ اغطي. انا قلت ان احنا محتاجين نوعين من البلوك، فالبلوك اللي انا اخترته مهما يكون نوعه شكله ده حسب ذوقي انا، اروح اقفل بيه الطبقه الاولانيه بس، يعني هقفل بيه الجزء الاولاني كده. اوكي، انا بقى مش عايزه احط هنا كده، انا عايزاه احطها فوق التورش اللي انا وصلت له دلوقتي، ان في الكيوب ده فوق التورش نفسه. يعني احنا كنا واخدين دول 3 خطوات، واحده فيهم اعلى والتانيين بنفس سوى الارض. ادي الاثنين اللي كانوا هنا، ودي الثالثه بتاعتهم بنفس الطريقه. ده اللي انا وصلت له. طيب دلوقتي بقى انا عايزه احط ايه؟ عايزه احط الستيكي ستون. الستيكي بيرسون دوت ازاي انا احطه؟ اول لازم يكون الشكل بالنسبه لي فيرتيكال، يعني يبقى الشكل لو انا حطيته، يعني لو جيت هنا كده بس نشوف حاجه، لو انا اخترت اللي هي الستيكي بيرسون ده وحطيتها اتحطت بالعرض، لا انا مش عايزاها كده، انا عايزاها تبقى زي اللي كان في الديزاين، فلازم احطها بشكل يبقى الشكل عندي رأس كده. الشكل بقى قدامي اروح احطه في البلاستيك ده،
ارسم ده واحد واطلع احط واحد تاني في المنطقة، وارجع كده تاني من هنا برضو احط واحد وواحد. بس تقريبا احنا قربنا نخلص اللي احنا الموضوع بقى سهل جدا. انا المفروض دلوقتي اخد بقى، احنا خدنا شكل تاني، انا واخداه مثلا ازاز، انتوا مطبقوا بلازم، انت ممكن تعمل اللي انت عايزه. فانا هبني واحد اثنين واطلع كده ثلاثة أربعة، دي المفروض اللي هي البوابة اللي هتتفتح فوق. كده انا عملت يعني تقريبا الخطوه اللي قبل الاخرانيه، ان انا ضفت هنا البريشر بلانت اللي احنا بدوس عليها، اللي هي بعمل عليها الضغط. بس ضفت اثنين من قدام هنا واثنين لو انتم شايفين كده من هنا. بس انا لما اجي امشي الباب ما يفتحش، الباب ما يفتحش عشان ناقص حاجه صغيره جدا. الحاجه الصغيره دي ان انا اجي امشي على دي واحط هنا بيبي ستون واحده، وبعدين اكمل وامشي لغايه لما قبل البلوك دي برضو، واروح احط عليها كده. انا خلصت كل الديزاين بتاعي، تعالوا نجربه مع بعض كده. شوفي هعمل كده. Thank you.